الخامس عشر من سبتمبر من عام 1899 انتهى الشيخ القاضي علي بن محمد بن علي المنذري من تأليف كتابه الصراط المستقيم، وهو رد لرسالة وردته من الشيخ سالم بن سلطان بن قاسم الريامي. اشتهرت أسرة الشيخ علي بن محمد المنذري بامتهان القضاء في زنجبار أبا عن جد منذ عهد السلطان سعيد بن سلطان. الخامس عشر من سبتمبر من عام 1915 اجتمع السلطان تيمور بن فيصل والشيخ عيسى بن صالح الحارثي في السيب للتفاوض بين الطرفين، إلا أن الاجتماع لم يسفر عن نتائج إيجابية بين الطرفين لشدة التعارض بين مطالب كل طرف، ولقد ظل الوضع على ما هو عليه حتى عقدت اتفاقية السيب في 25 من سبتمبر من عام 1920. الخامس عشر من سبتمبر من عام 1927 توفي في بيت القرن بالرستاق أبو نذير الملقب بشيخ البيان، الشيخ محمد بن شيخان بن خلفان بن مانع السالمي، المولود في الحوقين بالرستاق سنة 1867، أديب وشاعر بليغ، تعلم وتفقه في الرستاق وأكمل عددا من العلوم على ابن عمه نور الدين السالمي، واختار المضيبي سكنا له وبقي فيها طويلا، ومنها اتصل بالسلطان فيصل بن تركي، كما تنقل في بعض إمارات ما كان يعرف بساحل عمان، وعاد إلى الرستاق وعمل مدرسا. عرف بالذكاء وسرعة البديهة والصوت الجهوري، ترك الكثير من الأشعار أكثرها في المدح، إضافة إلى الرثاء والحكم والغزل وغيره، والتي جمعت في ديوان كبير. الخامس عشر من سبتمبر من عام 1983 توفي الأديب الشاعر سالم بن سليمان بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو سليمان، المولود في وادي محرم عام 1890. بعد وفاة والده وهو لم يزل صغيرا سافر سنة 1899 إلى زنجبار وعاش في كنف عمه أبي مسلم البهلاني، فاستفاد منه وكان كاتبه الخاص، وعاد إلى عمان سنة 1915 وعمل مدرسا في قرية اليمن بإزكي، كما عمل كاتبا للإمام الخليلي ثم للسلطان سعيد بن تيمور ثم للسلطان قابوس بن سعيد. من آثاره ديوان شعري ولوامع البيان في قصائد أهل عمان، والبيان المختصر عن وادي محرم المعتبر وغيرها. الخامس عشر من سبتمبر من عام 1984 بدأ تسيير الرحلات الداخلية للطيران العماني إلى مطارات كل من خصب ودبا والبريمي وصور ومصيرة. الخامس عشر من سبتمبر من عام 2004 تأسست شركة صحار للألومنيوم.
15 من سبتمبر من عام 2009 تسلم الطيران العماني أول طائرة إيرباص جديدة بالكامل من طراز 200 على 330 في احتفال أقيم بمدينة تولوز الفرنسية.